بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جمعنا في هذا اليوم الكريم. وأستأذنكم سيدي جلالة الملك للبدء بمراسم عقد القران الميمون. سعادة الشيخ، من فضلك تطلع على سمو الأمير حسين وتخاطبه قائلا: زوجتك ابنتي رجوة على كتاب الله على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. سيدي سمو الأمير، لو خاطبت سعادة الشيخ قائلا: وأنا قبلت الزواج منها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. مبارك سيدي.
مبارك سيدنا وعقبال سيدي هاشم وستي سلمى، إن شاء الله تضلك دائما البهجة في كل أفراحنا ورمز عزتنا وشموخنا، وإن شاء الله ربنا يعطيك الصحة والعافية وطول. Thank you.